كشفت مصادر الحدث ان الولايات المتحده ابلغت العراق بانها استنفدت كل وسائل الضغط على اسرائيل لمنعها من شن ضربات ضد اهداف عراقيه ردا على استمرار هجمات الفصائل المسلحه ضدها وان واشنطن حضت بغداد على ضروره منع هذه الهجمات على الفور محذره من ان الضربات الاسرائيليه ستكون وشيكه ما لم تمنع الحكومه العراقيه هجمات الفصائل فيما اوضحت المصادر للحدث بأن الفصائل المسلحة تستمر بمهاجمة أهداف داخل إسرائيل وتتبنى الهجمات الجديدة رغم التحذيرات. أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة في بي في بغداد. أكد أن العراق مستمر في الإجراءات لمنع استخدام الأراضي العراقية في شن أي هجوم. وأفاد بتعميم توجيهات القائد العام للقوات المسلحة على جميع الأجهزة الأمنية. وأن هناك عزماً على ملاحقة كل من يتعدى على امن واستقرار المجتمع العراقي ومن يشترك في انشطه تهدد امن العراق وسلامه اراضيه